هم يقولون ذلك، لكن ما الذي سيحققونه؟ هم رفعوا 3 أهداف، كانوا هدفين صاروا 3 أهداف: القضاء على حماس، استرجاع الأسرى، وقف التهديد من قطاع غزة. هل تحقق أي شيء من هذه الأهداف؟ الشيء الذي تحقق أو الأشياء التي تحققت هي أشياء أخرى بلا شك، لا نقلل من أثر العمليات العسكرية، التدمير الذي جرى، المقتلة التي تقع كل يوم، استشهاد أكثر من 15,000 فلسطيني، تدمير البنية التحتية لغزة، يعني هذا الذي جرى. وبالتالي لكن حماس تصرفت باعتبارها حركة تحرر وطني فلسطيني، همها هم الشعب الفلسطيني، مطالبها مطالب الشعب الفلسطيني، قدمت نفسها كأداء كجسم حصيف ذكي يناور يطالب بما يطالب به الشعب، بل قدمت نموذجا أخلاقيا وإنسانيا في التعامل مع الأسرى الإسرائيليين. وحتى الشهادات الكثيرة التي رويت من قبل الأسرات المحررات ومن قبل حتى الإشارات الرمزية لبعض الأسرى الذين تحرروا مؤخرا، كيف كانوا يلوحون بأيديهم لتحية الأسرين. ولو قارنا بين سلوك حماس هذه التي دعشنوها وسلوك إسرائيل التي تصور على أنها واحدة ديمقراطية وزهرة وردة تتفتح في الصحراء، لوجدنا أن سلوك إسرائيل هو سلوك عصابة، بينما سلوك حماس هو سلوك فدائيين لديهم قيم أخلاقية إنسانية نبيلة. فعلا هي هذه أخلاق الفدائيين التي تنعكس على موقفهم حتى من الأسرى المدنيين، وهذا يعني كانوا يؤثرون الأسرى المدنيين على أنفسهم، فيوفرون لهم الطعام والمنام والغذاء والدواء وأشياء كهذه يحرم منها معظم أهل غزة بسبب الحصار وبسبب الإجرام الإسرائيلي في منع الدواء والغذاء والعقوبات الجماعية. أنا أعتقد أن حماس خرجت من هذه أو ستخرج من هذه المعركة وهي أقوى بكثير مما كانت قبل المعركة، ربما خسرت عددا من قادتها وهذا أكيد، ربما خسرت كثيرا من قوتها العسكرية وهذا أكيد، ربما تخسر قدرتها على مواصلة السيطرة على قطاع غزة يعني بالطريقة التي كانت قائمة، لكن ستبقى جسما سياسيا مؤثرا وذا نفوذ كبير. وأعتقد على فكرة ربما لا يعرف الناس الكثير أن حماس كانت تعرض تسليم السلطة لهيئة عمل وطني موحدة، هي لم تكن تريد الاحتفاظ بالسلطة كما كان عليه الحال خلال 16 الماضية، بل صارحت الفصائل وفي الاجتماعات الوطنية التي كانت تنعقد كانت تطرح أفكارا من نوع تسليم غزة إلى هيئة عمل وطني، وهي التي دعت وأصرت على إجراء انتخابات محلية خلال الأشهر الأخيرة، لكن السلطة هنا قيادة السلطة هي التي ترددت في قبول هذا العرض، ثم موافقتها على كل قرارات الحوار الوطني واستعدادها لإجراء الانتخابات كان يؤكد أنها لا تريد الاحتفاظ بسلطتها المنفردة بغزة. فبالتالي مهما تعرضت حماس للضربات ومهما جرى، لكن نفوذ حماس ووزنها السياسي وصورتها أمام الجمهور الفلسطيني وحتى العالمي أعتقد أنها تعززت وتحسنت كثيرا. وأنا أتحدث أمر وأنا شخصيا بعيد جدا عن خط حماس الفكري والسياسي ولدي ملاحظات عليها، لكن في نهاية المطاف يعني نقول الأشياء كما يقولها الشارع والناس والمحللون، أن حماس اكتسبت مزيدا من ثقة الشارع الفلسطيني بسبب أدائها الرفيع السياسي والعسكري وأيضا قدرتها على إدارة هذه المعركة.